إذن أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام في البث المباشر هنا من مدينة فاس. بطبيعة الحال فضيحة مدوية صراحة ديال اعتقال عون السلطة مقدم بطبيعة الحال هنا بعد ما كان في حالة التلبس في هذا الفران. بطبيعة الحال متابعينا الكرام هنا يعني السيد اللي مقابل هذا الفران غيحكي تفاصيل هذا الواقعة كيفاش وقع، غنخليوه هنا يحكي لنا مع التفاصيل. السلام عليكم خويا منصف. واخا سيدي واخا خويا، شنو وقع بالضبط؟ حكينا التفاصيل بلا ما نكون منعاون نذكر. نعم سيدي. شنو وقع بالضبط في البث المباشر على قناتي؟ مرحبا. الواقعه كانت البارح، جالس خدام في الفران مع عليا ما بيا ما حتى شي حاجه. كنت فاجئ بعون السلطه جا لعندي. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له بعدا تفضل جا جلس معايا. قال لي هذا الباب اللي حليتي، جي ما جيتي عندي ما تشاورتي معايا ما حتى شي حاجه. قلت له سيدي حليناها على حساب التهويه، يعني الصهد وداك الشيء، وما حلي احنا حليناها في شهر 8 يعني في الصيف. انت عاد جيتي عندي دابا؟ قال لي لا، كان عليك تخبرني تجي عندي هذه. قلت له المهم. قال لي دابا ما وقع باس. قال لي عطيني 700 درهم بهذه الطريقه. قلت له ما عنديش 700 درهم. قلت له ما عنديش 700 درهم. قلت له انت كتشوف يعني واخا نخدموا النهار كامل راه ما طيحش في المجر 700 درهم، ما عنديش من نجيبها لك. قال لي المهم هكا بالطريقه. قال لي نعطيك ساعه المكانه، دبر لي في 700 درهم واتصل بيا ساعه المكانه. مشى بحالاته. انا بقى فيا الحال وبحال جاتني حكرة، يعني مواطن مغربي وفي بلادنا جاتني حكرة وما رضيتش ديك الطريقه اللي قال لي يعني نعطيك ساعه المكانه. بقيت كنفكر وواحد الساعه دخلت لجوجل جبت الرقم الاخضر للتبليغ عن الفساد والرشوه. صراحه اتصلت بهم جاوبتني واحد السيده في الاستقبال. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لي نعم سيدي شنو المشكل اللي عندك؟ قلت لها شنو عندي. قالت لي واش هذا هو الرقم ديالك؟ قلت لها نعم. قالت لي واحد شويه وهو يتصل بك القاضي المختص. قلت لها واخا. لا قطعات. ما كملاش جوج دقائق ما كملاش اتصل بيا واحد السيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي معك القاضي المختص في قضايا الفساد والرشوه الرقم الاخضر. قلت له مرحبا سيدي. قال لي كنت بلغتي على شي قضيه رشوه؟ قلت له يا سيدي. قال لي عاود لي. عاودت له. قلت له شنو كاين. قال لي اش من المدينه؟ قلت له مدينه فاس. قال لي هتطلع دابا المحكمه الابتدائيه وهتوقف في الباب المحكمه معلا نسق لك مع السيد وكيل الملك، وفاش توصل لباب المحكمه صوني عليا نقول لك شنو دير. بالفعل داك الشيء اللي كان. طلعت المحكمة الابتدائية وقفت في الباب. قلت له راني وصلت المحكمة الابتدائية. انا براسي ما عرفتش هادشي كي داز. يعني كان صراحة كنشوف ذاك الرقم الاخضر في الاشارة التلفازة وداك الشيء كنقول واه الا غير ساعة قطعت الشك باليقين زعما صراحة. اتصلت به قال لي راني نسقت لك مع السيد وكيل الملك. قال لي تفضل راه تلقى كل شيء جاهز. داك الشيء اللي وقع دخلت السيد اللي في الباب سكيورتي الامن. قلت له شنو كاين. هي قال لي تفضل داني تسلم المكتب. صراحه كي وصلت عند السيد وكيل الملك الله يجازيه بخير استقبلني واحد الاستقبال زعما. قال لي دخل تفضل يا ولدي جلس ارتاح. جلس. قال لي اتصلوا بيا الرقم الاخضر شنو عندك؟ قلت له استعادة الوكيل. ها شنو عندي. قال لي واخا ولدي. ذاك الساعه بان عون السلطه جا دار لي ابتزاز 700 درهم محضر غير في ظرف ساعه هاد المكانه. هز هو التليفون ديالو اتصل بولايه امن فاس. وانا دار المهم الاطار القانوني اللي داك الشيء قانوني. اتصل بهم وانا كنسمع. قال لهم واحد السيد يجي عندكم. اشنو عنده. التفاصيل بلا ما نقولوها، التفاصيل ديال ما بين وكيل الملك ورجال الامن خليوها. ماشي مشكل. واخا ماشي مشكل. كان التواصل معاهم باش على انهم يدخلوا في الميه. داك الشيء يعني مرتب. نعم. داك الشيء تبارك الله عليهم صراحه. نعم. قال لي هبط دابا ولدي لولايه الامن فاس. نعم. وتلقى عاوتاني امور عندك جاهزه. نعم. هبطت لولايه امن فاس صراحه انا ما عرفتش البارح هذا الشيء كي داز. وصلت لولايه الامن فاس قلت السيده اللي في الاستقبال تما بدون ذكر الاسماء بغيت السيد العميد الفلاني. قالت لي واخا سيدي.
شدت لي لاكارت ناسيونال وداك الاجراءات ديالهم وطلعت للمكتب ديالو. صراحه واحد السيد العميد هو والفرقه ديالو داروا واحد العمل يعني بطولي وداك الشيء. نعم. كنحييهم هذا المنبر هذا يعني كنحييهم. اذا الان في خدمه المواطن حقا في خدمه المواطن صراحه. انا تفاجات البارح. نعم. انا تفاجات. نعم. استقبلني السيد العميد زيد شنو عندك ها شنو كاين قال لي شوف ولدي قال لي الله يرضي عليك هذا الشيء راه خصو يدوز بسريه تامه. نعم. الناس عندنا هنا في الكوميساريه وما يسرقوش الاخبار. صافي اذا نخليو هاد التفاصيل ربما اللي جرات ما بينكم وبين الجلسه ماشي مشكل خليوها واخا. من بعد شنو قال لي اعطيني الفلوس. قلت له سعادة العميد هو طلب لي 700 درهم. قلت له انا عندي 500 درهم. قال لي ماشي مشكل. قال لي باش نصوروها باش تكون الحجه والدليل باش ما نظلمو حتى شي واحد بهالطريقه. عطيتو داك 500 درهم صورها وعطانا الخطه علاش نتمشاو. نعم خلي داك الشيء ما نقولوش. المهم خلاصه الخطه هي جاوا معايا جوج ديال رجال الامن. اييه وقال لي اييه في المنطقه اييه وقال لي واش عندك شي بلاصه فين تخبعهم. قلت له نعم. قلت له عندي واحد البيت كندير فيه العواد. قال لي مزيان. جوج ديال رجال الامن بالزي المدني دخلوا لتما باش نشد على متلبس ويسمعوا حتى الحوار اللي دار بيناتنا. بشكل قانوني 100%. قانوني 100%. قلت لك سيدي منصف دخلوا خبعتهم تما. قالوا لي اتصل به. اتصلت به انا نقول لك لي ديتاي. فاش اتصلت به في التليفون نقول لك لي ديتاي. السلام عليكم. وعليكم السلام بدون ذكر الاسماء. قلت له سيدي يعني وجدت لك ديك الامانه. قال لي تعطلتي عليا. نعم. قال لي طلعت بحال هادي. في عشيه وحده. هادشي كامل وقع في نهار. وقعت الواقعه مع اذان الظهر. نعم. سالت الواقعه بالمحضر بكل شيء مع اذان المغرب. نعم هادشي كامل في نهار واحد يعني عيطتي. انا تفاجات البارح. نعم. تفاجات يعني واش انا كنحلم هادشي ولا هادشي بصح. نعم. يعني الناس داروا خدمه نقيه. خدمه كنحييهم هاد المنبر. خدمه نقيه. اتصلت به قال لي انا طلعت للدار. قال لي خليها لي مع واحد مول الحانوت بلا ما نذكر سميتو وداك الشيء. قلت له لا. قلت له لا المسائل هذه ما يمكنليش تخليها مع شي واحد. قلت له تجي عندي. قلت له انت عندك طوموبيلتك دغيا دغيا جي خذ الامانه ديالك وسير بحالاتك. قال لي لا واخا. المهم جيت لهنايا كنتظر فاش شو جاي وقفت في الباب. اهلا سيدي بخير مزيان تفضل. مخبعين. نعم. مخبعين في البيت اللي نمشيو له. نعم. مخبعين. زيد تفضل بخير. قلت له حكا عندي شي عويدات كندخلهم داخل اجي معايا وبلا شوها هنايا. نعم. الناس راك عارفوا داك الشيء. قال لي واخا زيد. زيدتو البلاصه اللي نمشيو دابا نشوفوها. نعم. جبت معاه الحوار. قلت له السي يوسف ذاك البيبه. نعم. لا آه. قلت له ذاك البيبه اسمح لي. قلت له ذاك البيبه درتها على حساب التهويه وتزمتنا هنايا بالصهد وداك الشيء واصلا على صالحنا حتى حنا صالحنا. نعم. يعني دخلنا التهويه بس حنا ما نمرضوش. نعم. قال لي المهم انا كليس عليك الصهد ما بغيتش ندير لك يعني مخالفه. انا تعاملت معاك. نعم.